من جديد تشتد المواجهات العنيفة بين ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع من جهة وأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في المناطق الشمالية لمحافظة لحج، وتشهد مواقع مختلفة في مديرية القبيطة وكرش اشتباكات بمختلف الأسلحة بعد أن حاولت الميليشيا شن هجماتها على جبل الحمام ونجد ثوجان، حيث يتخذ منها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع لهم. هذه المواجهات تزامنت أيضا مع مواجهات عنيفة شهدتها مواقع مختلفة في كرش، خاصة موقع با صهيب والتبة الحمراء والضاحي شمال وشمال غرب كرش التي صعدت الميليشيا مؤخرا من هجماتها العنيفة ضدها. الهجمات التي تحاول الميليشيا من وقت لآخر شنها لا تمر دون رد من قبل الجيش الوطني، وعادة ما ينفذ الجيش هجوما معاكسا ضد أي هجوم أو محاولة تسلل للميليشيا، وهو ما يكبدها خسائر في العتاد والأرواح.